فزورة أنا مين؟ أنا 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 مين؟ غنى الكل شبر حتة من بلدي، وهو علامة من علامات رمضان. اتولد وسط أسرة بسيطة في حي السيدة زينب، وهو وصغير حصلت له إصابة نتيجة خطأ طبي حرمته أنه يعيش طفولته بشكل طبيعي، بس كان مميز وسط أصحابه لدرجة أنه حفظ القرآن كله وهو عنده 10 سنين، وكان دايما بيتابع أساطير الإنشاد والتلاوة علشان يتعلم منهم ويقلدهم. ولما كبر كان صوته جميل جدا، فقرر أنه يروح يقدم في الإذاعة المصرية، وفعلا اتقبل وعمل أول أغنية لي من ألحان عبد العظيم عبد الحق. هو مش بس بطل فزورتنا، هو بطل حقيقي. اشترك في التعبئة الجماهيرية للمقاومة الشعبية أيام العدوان الثلاثي، وقدم لنا أحلى ميكس في رمضان هو والشاعر فؤاد حداد، وكانت عبارة عن حلقات بيوصف فيها حياتنا على صوت طبلته الحلوة، وكانت أوقاتنا بتحلو معاه. لحن لنجوم كتير جدا منهم أم كلثوم ونجاة وليلى مراد وشريفة فاضل، وكان صاحب أشهر تترات مسلسلات الراديو والتلفزيون، ده حتى كان صاحب الليلة اللي كانت كبيرة جدا. بطل فزورتنا ياما غنينا على ألحان وتعلمنا من حكاياته. ويلا بقى الدرس انتهى، لموا الكراريس، قول لنا هو مين وإيه أكتر أعمال حبيتها ليه. وتوتة توتة، خلصت الفزورة.